السلام الله عليكم الزلفلاون. تأكد اليوم خبر وفاة طالبة جامعية بوغالي إيمان رحمة الله عليها، وهي كانت طالبة في كلية الطب بكييف وتوفيت إثر قصف روسي لجسر يربط بين كييف ومدينة أخرى مجاورة لعاصمة ما يسمى أوكرانيا. السلام عليكم متابعين مساحة بلاك. قبل أن نبدأ الفيديو لا تنسوا دعمنا بلايك والاشتراك في القناة. قبل قليل فقط كنت أتصفح في صفحات الفيسبوك لأرى أخبار العالم، وخاصة الذي يحدث في أوكرانيا، وبطبيعة الحال أعلم جيدا بأن الأخبار كثيرة جدا وستتناقل أخبار وأكاذيب وشائعات، ولكن ممكن لأهداف أو نية سيئة، ويمكن أيضا لنية متعمدة لإيصال رسالة ما. المشكلة التي حدثت الآن والتي موجود فيها ضجة كبيرة هي لفتاة جزائرية توفيت في أوكرانيا وهي طالبة تدرس الطب في أوكرانيا. الغريب في الأمر أن هذه الفتاة بعدما تم نشر صورها بأنها توفيت خرجت صفحة أخرى لفيسبوك لفتاة مغربية تدعي أو تقول بأن هذه الصورة هي ملكها، يعني هي صورتها وهي لم تتوفى، يعني هي ما زالت حية ترزق ولا علاقة لها بهذه المواضيع. فبحثت في الأمر فوجدت أن الصفحات عالمية وكثيرة جدا ومليونية قامت بنشر صورة هذه الفتاة وتقول بأنها توفيت. فبحثت عن الأمر فوجدت المصدر هو الجزيرة المباشر، فوجدت صورة لمكالمة هاتفية لصديقة هذه الفتاة التي توفيت، وحسب ما فهمت بأنه هناك عدة فتيات توفين من بينهم جزائرية، وهذه التي تكلمت في الجزيرة مباشرة هي فتاة مغربية وليست جزائرية. معناه إذا فهمنا هذه الضجة هي الفتاة ماتت أو لا، هي الجزائرية أم مغربية، حسب ما فهمت والله أعلم في الوقت الحالي فهمت بأنه الفتاة التي ماتت هي جزائرية حقا، حسب ما أعلم هي اسمها إيمان بوغالي، اسمها إيمان بوغالي توفيت، ولكن الصورة التي نشرت هي ليست صورتها، هي صورة لفتاة مغربية حسب ما فهمت هي صديقتها وهي من تكلمت في الجزيرة المباشر والله أعلم. مهم يوجد شيء من هذا القبيل. فالمشكلة التي أريد أن أتكلم عنه هي نشر الصفحات الكبيرة لصور أشخاص، وخاصة رغم أنهم ليسوا متأكدين بأن المصدر صحيح. في الجزيرة هي فقط مجرد مكالمة، حسب ما رأيت هي مجرد مكالمة ولم تبث أي صورة، بمجرد أنه كتبت إيمان بوغالي يمكن أشخاص قاموا بجلب صورة لهذه الفتاة أو لصديقتها أو لأصدقائها، والغرض منها فقط النشر بأن هناك فتاة جزائرية ماتت، ولكن وصل الحد أنه انتشرت صورتها بطريقة خرافية وفي الأخير ظهرت بأنها فتاة مغربية. أنا لحد الآن لم أفهم شيء، وأنا أتبع الأخبار لم أفهم هل الفتاة ماتت حقيقة؟ هل تلك الصورة هي صورة الفتاة الجزائرية أم لصديقتها المغربية؟ فأرجو من المتابعين توضيح الأمر في التعليقات إذا لديكم أي جديد عن هذا الموضوع، أو الأشخاص الذين يتصفحون كثير الإنترنت ما هي مصداقية هذه المعلومة وهذا المصدر. أنا رأيتها بعيني في الجزيرة المباشر، حقيقة توفيت فتاة جزائرية اسمها إيمان بوغالي، لكن الصورة لا أظن بأنها صورتها، وحسب علمي هي من مدينة أضرار والله أعلم. إذن الشائعات تكثر في مثل هذه الحالات وحالات الحرب، وهنا تكمن قوة الإعلام وقوة الإعلام الإلكتروني في نشر الأخبار المزيفة والشائعة. والإعلام هو من تسبب أيضا في إسقاط دول كثيرة من بينها سوريا العراق خاصة، بمجرد أن نستعمل الإعلام الفيسبوك في إسقاط دولة ما نستطيع إسقاطها عادي جدا بدون أن ندخل في أي حرب. يمكنك إعلاميا أن تسقط أي شخص أو أي دولة، يمكنك نشر أشياء مزيفة، يمكنك نشر صور لأشخاص مزيفين تقتلهم تحييهم تجعلهم سارقين، يمكنك سرقة الأموال الناس. لذلك ف
عليكم الحذر فيما تنشرون، لا تنشروا أي شيء قبل أن تتأكدوا من مصداقيته والمصدر. هناك قنوات عالمية لديها مصادر موثوقة، أما صفحات الفيسبوك العادية فلا تتسرعوا في نشر مثل تلك الأخبار. لذلك ففي الوقت الحالي عند تسجيل الفيديو لا نعلم هل الفتاة هي مغربية حقيقة، وهل صديقتها هي التي توفيت الجزائرية، أم صورة الفتاة الجزائرية التي توفيت، الله أعلم. أترك لكم في التعليقات الحرية لتعليق حول هذه القصة الغريبة العجيبة في حقيقة الأمر. وإذا ماتت وحسب ما فهمت هناك عدة طلبة ماتوا، فربي يرحمهم، وهذه ضحايا الحرب وللأسف. تمنينا لو قنصليات الجزائرية أو المغربية يجيبوا المواطنين تاعها قبل الحرب وليس عند حدوث الحرب، ولحد الآن ممكن القنصليات لا تعمل للأسف. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.